فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: ما حكم هذه المعاملة؟ يقوم المشترك بشراء شريحة للجوال بمبلغ 200 ريال على أن يستهلكها خلال شهرين، فإن لم يستهلكها خلال شهرين ونصف تلغى هذه الشريحة ويشتري غيرها، ما حكم ذلك؟ هذه مغامرة وأكل للمال بالباطل. الواجب أنه يستعمل الشريحة إلى أن تنتهي لأنها ملكه، فكيف إذا مضى شهر أو شهرين تلغى ولا يستعملها؟ هذا لا يجوز، الحجر هذا ما يجوز. يشتري الشريحة ويستعملها إلى أن تنفد لأنها ماله وملكه مسلم من قيمتها، فما الذي يجعله يروح عليه باقي القيمة؟ هذا أكل للمال بالباطل. الله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا فيه مغامرة وفيه مراهنة أيضا. هذه مراهنة على استعمالها في مدة معينة، فإذا لم يستعملها ضاعت عليه، هذا لا يجوز. نعم.